بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم بين خصلة قبيحة من خصال المنافقين ليعرفوا بذلك فيحذر منهم، فقال: الذين يتربصون بكم، الذين يتربصون أي ينتظرون بكم. إذا حصل بينكم وبين أعدائكم الكفار قتال فإنهم يكونون على الحياد، ينتظرون من تكون النتيجة له فينضمون إليه، سواء كانت للمؤمنين أو كانت للكفار، لا يميزون في هذا، لأن همهم الدنيا ومقصودهم الدنيا، وليس لهم طمع في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها، فهم ينتظرون النتيجة وقطف الثمرة فقط، فينتظرون بالمؤمنين مع أنهم يدعون الإيمان، لكنهم ينعزلون عنهم عند الشدة وينتظرون ماذا تؤول إليه الحال. يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، يعني انتصرتم في المعركة على عدوكم وغنمتم من أموالهم، قالوا: ألم نكن معكم؟ يقولون للمؤمنين: ألم نكن معكم في الإيمان ونحن إخوانكم، فنحن شركاؤكم في النتيجة والثمرة، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويتظاهرون به، فهم يطالبون المؤمنين بأن يشاركوهم في النتيجة الطيبة والغنيمة التي يحصلون عليها من جهاد الكفار. وإن كان للكافرين نصيب، صارت الدائرة في جهة الكفار، انتصروا على المسلمين في المعركة لسبب جعل المسلمين يصابون، فإن المسلمين إنما يصابون وينهزمون بسبب من قبل أنفسهم، إما بتقصير في الإعداد والقوة، أو لعدم تمام الطاعة لقائد المسلمين، أو لغير ذلك من المخالفات، أو يختلفون فيما بينهم، فحينئذ تنزل بهم الهزيمة عقوبة لهم وتنبيها لهم. فإذا حصل هذا فإن المنافقين ينحازون عنهم، مع أنهم يدعون الإيمان والإسلام، ينحازون عن المؤمنين المصابين إلى الكفار الذين حصلوا على نصيب من النصر. وانظر كيف فرق سبحانه بين العبارتين، فقال: فإن كان لكم فتح من الله، سمى انتصار المسلمين فتحا من الله، وقال في حق الكفار: وإن كان للكافرين نصيب غير مستقر وغير ثابت، وإنما هو عرض زائل، لأن
الله جل وعلا لا يديل الكفر على الإيمان ولا الحق على الباطل إدالة مستمرة مستقرة يضمحل معها الحق، وإنما يعطي الكفار أحيانا شيئا من الانتصار ابتلاء وامتحانا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلو أن المسلمين دائما ينتصرون فإن هذا لا يميز بين المؤمن والمنافق، وكل يدخل في الإسلام لأجل الطمع، ولا يعرف المؤمن الصادق من المنافق. لكن قد يكون هناك ابتلاء وامتحان للمؤمنين بأن يقع بهم شيء من الهزيمة، فحينئذ ينحاز أهل النفاق ويتبين نفاقهم وينضمون إلى الكفار. هذه من الحكم العظيمة فيما يجريه الله على المؤمنين أحيانا من الهزيمة أو من تسلط العدو عليهم، وهو مؤقت، وهو شيء مؤقت للابتلاء والامتحان. وإن كان للكافرين نصيب، قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني إن كنا في صفكم في الباطن، وإن كنا مع المسلمين في الظاهر فنحن نعمل لصالحكم ونخذل المسلمين عنكم وندافع عنكم، فنحن معكم في الباطن ونتجسس لكم على المسلمين، إلى غير ذلك من معيتهم للكفار. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أن ينتصروا عليكم أو أن يمسوكم بسوء، فنحن ندافع عنكم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه طبيعة المنافقين في كل زمان ومكان، فإذا رأوا مع الكفار شيئا من النصر على المسلمين انحازوا إليهم، مع أنهم يدعون أنهم مع المسلمين وأنهم مؤمنون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نفاقا وتظاهرا لأجل المطامع الدنيوية فقط. فهم يستدرون عطف الكفار في هذا ويقولون ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ عليكم يعني نستولي على شؤونكم وأموركم، ونمنعكم من المؤمنين نخذل المؤمنين عنكم ونقف عائقا بينكم وبين المؤمنين، فنحن في صفكم وفي صالحكم. يريدون بذلك أن الكفار يعطونهم شيئا من طمع الدنيا، لأنهم يريدون الدنيا أين كانت، مع المسلمين أو مع الكفار، طمعهم في الدنيا فقط. قال الله جل وعلا فالله يحكم بينكم يوم القيامة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.